السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة أحكامها مقاصدها الفرائض السنن ثم الموطلات. فضاء التربية الإسلامية على بركة الله. إذا هذه هي الصفحات، نحاول نجاوب على أسئلة، نعاونكم شوية. أستاذ بطبيعة الحال غيشرح لكم مزيان. إذا هذا التعريف ديال أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة. مهم هذا باين يكون عندكم في الأعلام آخر الكتاب. مفهوم الصلاة ومقاصدها هادشي غتحتاجوه في الدرس ضروري. زين، الصلاة لغة هي الدعاء، أصلي يعني أدعو، هذه في اللغة. أما اصطلاحا هي قربة، هي عبادة، هي أحد أركان الإسلام. هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، وهي فرض واجب على كل مسلم عاقل بالغ. مقاصدها والغايات منها والأهداف ديالها. هناك مقاصد وغايات فردية واجتماعية جليلة. أهمها شنو الهدف من الصلاة؟ هو الامتثال لأوامر الله تعالى، استحضار قدرته وعظمته، الإحساس بالسكينة والطمأنينة وانشراح الصدر، تربية الإنسان على فعل الخير وتحقيق الفضائل، تربية الإنسان على احترام الوقت وتقدير قيمته، لأن الصلاة كانت كتابا موقوتا. تربية المصلين على عفة النفس واجتناب الفواحش والمنكرات، تقوي الروابط بين الإنسان وأفراد المجتمع. فرائض الصلاة سننها ومبطلاتها. شروط الصلاة تتنوع إلى نوعين، هناك شروط وجوب وصحة معا، وهناك شروط صحة فقط. إذا اللي هي وجوب وصحة هي البلوغ، العقل، نقاء من دم حيض النفاس، دخول وقت الصلاة. هذا شفتوه في شروط الصلاة في السادس على ما أظن. شروط صحة وهي أربعة: طهارة الحدث، طهارة الخبث، ستر العورة، استقبال القبلة. فرائض الصلاة 16 هما، إذا تشوفهم: النية والتكبير والإحرام. تكبير النية بين أنك تنوي الصلاة، صلاة بعينها، مثلا نويت أن أصلي صلاة الصبح بلا ما تقولها، غير يعني النية. تكبيرة الإحرام هي ملي كتكون واقف وكدير أول تكبيرة، كترفع يدك حدوى المنكبين وكتقول الله أكبر، هي هادي. وما تقولهاش أنت بارك. ثالثا خص تكون واقف قائم وتقول القيام لها، قراءة الفاتحة، تقرأ الفاتحة وتقرأها وأنت واقف، قيام لها، الركوع والرفع من الركوع، السجود والرفع من السجود، الجلوس للسلام، ماشي الجلوس اللي كيكون التحية اللي ما كيكونش من وراه السلام. مثلا غتصلي صلاة المغرب، كاين واحد جوج ركعات، كتصلي جوج ركعات كتجلس دير التحية، ماشي هذيك، لا، الجلوس الأخير دير السلام. السلام حتى هو فرض، والاعتدال يعني توقف وتقعد في الوقفة ديالك، كنتي ساجد تقعد في السجود ديالك، كنتي راكع دير تعتدل في الركعة ديالك بشهود قاد مزيان واطمئنان. ما نقولوا هو الخشوع. ترتيب الفرائض كنرتبها، كل شيء مرتب، هذه الاولى، هذه الثانيه، ماشي اللي شقت لي نديرها هي الاولى. ترتيب الفرائض: متابعه الماموم لامامه في الاحرام والسلام. اذا انك تتبع الامام اش كيدير، ما تسبقوش. يعني الاحرام يعني ما يقول هو تكبيره الاحرام، كدير تكبيره الاحرام وتدخل معاه في الصلاه، ما تخرج من الصلاه تيخرج هو منها، يعني يخرج هو من الصلاة بالسلام. سنت نية واقتداء، أنك جاي للمسجد باش تقتدي بهذاك الإمام، دير بحاله. إذا سنن الصلاة: ثمانية مؤكدة توجب سجود السهو على من ترك واحدة منها. إذا هادو هما السنن. قراءة سورة بعد الفاتحة، ديك السورة اللي كنقراو بها الفاتحة، ديك سنة. القيام لهذه القراءة هي الجهر في الصلاة الجهرية، السر في الصلاة السرية، كل تكبيرة من تكبير الصلاة غير تكبير الإحرام. يعني ديك التكبيرة الأولى هي اللي واجبة، هي اللي فرض، هذيك الأولى اللي كتقول الله أكبر باش تدخل في الصلاة، هذيك هي تكبيرة، هذيك فرض. أما الأخرين، التكبيرات الأخرين ديال تبغي تركع كتقول الله أكبر، تبغي ترفع تقول الله أكبر، هذوك سنن. التشهد الأول والثاني، هذاك التشهد اللي كدير في الصلاة هذاك هو سنة، الجلوس لكل واحد منهما هو سنة. ثم هنا موطن الصلاة هو القهقه، يعني الضحك بصوت عال. الأكل والشرب في الصلاة يبطلها، النفخ عمدا، يعني دير يعني أنت تعمدتي تنفخ. القيء دي تقبل دي دار القيء، أنا غادي صافي بطولة الصلاة، وهو يحبس تعمد الكلام، يعني تقول شي كلام من غير
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن شي كلام خارج على الصلاة، هذه يبطلها. زيادة الصلاة بمثل عددها سهوا. انت كتصلي في المغرب ونسيتي وزدتي 3 ركعات اخرين بزاف، اذا هذه يطيلها. انتقال الوضوء، كتصلي فقدتي الوضوء، هذا مشى. اذا على اي، اذا نبدا. سأل جواد زميله كمال وهما في طريقهما للمسجد: هل تميز بين فرائض الصلاة وسننها؟ اجابه كمال: انا اقلد صلاة الامام في المسجد فقط، يعني هو ما كيعرف لا سنن لا فرائض، كي غير بحال الامام. اظن ان رد عليه جواد: أظن أن إتقاننا للصلاة في هذا العمر يتطلب أن نتعرف فرائضها وسننها ومطلاتها. ما رأيك في موقف كل من جواد؟ نقوله نجاوبه صافي. أولا نحيي جواد وكمال على مواظبتهما على الصلاة في المسجد. ما فعله كمال أي تقليد الإمام هو أمر محمود ومطلوب، لكن يجب معرفة الفرائض والسنن والمبطلات في هذا العمر كما قال جواد: حتى نعبد الله بعلم ولا نعبده بجهل. هنا هذا حديث المسيء صلاته، أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد رفقة يعني صحابته كيعلمهم، فدخل واحد الرجل ثم جاء فسلم، يعني دخل صلى داك السيد صلى 2 ركعات ثم جاء فسلم على رسول الله، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال لذاك الرجل: سير تعاود تصلي الصلاة ديالك، راك ما صليتيش. فرجع الرجل فصلى كما صلى أو كما كان صلى. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم سجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله قال: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثروا الدعاء. يعني هنايا كيقول لنا من تسجد اطمئن وخشع وكثر كثر من الدعاء، يعني ما تزربش بشوية عليك، لأنك أقرب ما تكون في هذه اللحظة إلى رب العالمين جل وعلا. إذن أصح جزء من الحديث النبوي الشريف: فرائض الصلاة الواردة فيه والتي لا تصح الصلاة إلا بدونها. ونشوف لا تصح الصلاة بدونها، عفوا. إذا نرجعوا لهذا وناخذوا هما هادو اللي مذكورين. كاينه تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر، هذيك الأولى، هذيك اللي قلنا تكبيرة الإحرام مع الله، كتوقف كتقول كتستاوي وتقعد وتشد وتشوف القبلة وتقول الله أكبر، هذيك هي تكبيرة الإحرام. كتدخل، هذيك هي المفتاح ديال الصلاة، هي باش كتدخل في الصلاة صافي، انقطعت عن العالم. الآن أنت أمام رب العالمين. قراءة سورة الفاتحة: الركوع مع الطمأنينة، الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، السجود مع الطمأنينة، الرفع من السجود والاعتدال الطمأنينة. حنا قلنا نقولوا لك الشيء في الحديث صافي، هادو راهم فرائض. باقيين واحد أخرين كما شفنا في بداية الفيديو. وحدد المقصد الذي يتحقق للمسلم بالسجود في الصلاة والعمل الذي ينبغي أن يحرص عليه أثناءها. هنا راه ما انتبهتش أنا هذاك الحديث في الأول، مهم نقولو: يحقق السجود الخضوع لله، وينبغي الحرص على الخشوع والطمأنينة خلاله، والإكثار، زيدوا هذه قولوا، والإكثار من الدعاء، والإكثار من الدعاء، هذه حاجة مهمة، هذه حيت ذكرت في الحديث، قولوا والإكثار من الدعاء. من خلال الحديث الشريف أكتشف ما ينتج عن إهمال فرائض الصلاة. ينتج عدم صحة الصلاة وضياع أجرها. إذا أهملنا فرائضها ينتج عنه عدم صحة الصلاة وضياع أجرها. أستنتج المقصد الذي يتحقق باطمئنان في أفعال الصلاة. أول مقصد هو الامتثال لأوامر الله تعالى واستحضار قدرته وعظمته، الإحساس بالسكينة والطمأنينة وانشراح الصدر. نعم، هذو بعض الصور. هنا عن أبي سلمة بن، هنا غادي ندوزو للسنن والمقاصد. عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سنن الصلاة 12، وهي قراءة سورة مع أم القرآن، يعني مع الفاتحة، أم القرآن هي الفاتحة، والجهر بالقراءة في موضع الجهر، والإسرار بها. مهم هادو، أبقى ما كناش قلنا غير هذيك سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، هذيك والصلاة على النبي، هذوك تاهما من السنن. إذا ما هي السنة؟ ما هي السنة؟ إذا ما هي السنة التي أخذ أبو هريرة رضي الله عنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ كان يحرص على أدائها، يكبر كلما خفض ورفع، هذه هي السنة. تكبير ماشي الإحرام، هذه التكبيرات الأخرين ديال من يسجد يقول الله أكبر، من يرفع يقول الله أكبر، من يبغي يسجد يقول الله أكبر، يرفع من السجود يقول الله، هذه اللي كانت كلمة يكبر كلما خفض ورفع. وحدد سنن الصلاة التي أوردها القاضي عبد الوهاب رحمه الله. إذا ما قلتش دابا كلهم سنن. لنا مالو كما متكورين تما. أقوم حفظي لصيغة التشهد في النص الآتي. نحفظ التشهد كنقول فيه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أؤدي ركعة أمام زملائي بفرائضها وسننها، وأستفيد من ملاحظات أستاذي وزملائي. إذا هنايا أميز فرائض الصلاة من سننها وأصنفها في جدول. هنا دير جدول اكتب فيه الفرائض، والخانة الأخرى اكتب فيها السنن. نعم، إذا غنبداو بالفرائض. عندنا النية وتكبيرة الإحرام، القيام لتكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، القيام لقراءة الفاتحة، الرفع من الركوع، السجود على الجبهة. هادو كلهم اللي درنا بالأحمر فرائض، السنن هما اللي بالأزرق: الجلوس للتشهد قراءة السورة بعد الفاتحة، الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير، الجلوس بين السجدتين، السترة للإمام، والفد إن خشي مرور أمامه. وشنية هادي؟ يمين كتبغي تصلي، كتلاحظوا اللي كيمشي للمسجد كيلاحظ ان شي واحد ما كيبغيش يصلي، كيحط قدامه واحد العود، واحد الحاجز، كاللي كيدير كرسي، كاللي كيف ماماك مثلا قاعد في الدار كتحط مسند وساده وكتصلي باش توحد، باش لا داز شي واحد من قدامها كتكون هذيك الوساده بينها وبينه. اذا الستره هي هذه، الستره للامام والفد ان خشي مرورا امامه، ماشي فرض غير سنه. اذا التشهد راه هو. إذا هذا بالنسبة لدروز المبطلات. إن الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. شنو هو يحدث؟ يحدث هو مثلا يمشي للمرحاض يتبول، أو الغائط، أو أنه خروج الريح مثلا، هذا يسمى أحدث. صافي، إذا اللي يحدث راه ما كيصليش تيتوضأ. عن معاوية بن الحكم السلمي السلمي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هنا قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ملي تكون تصلي ما تهضرش في شي حاجة من غير أنك تكون تقول سبحان الله، وتقول الله أكبر، وتقرأ القرآن، ودير الأدعية. شي حاجة أخرى ديال كلام الناس، مثلا بدا تهضر على الماتش، هذا ربح هذا خسر، هذا يبطل الصلاة. أو شي واحد بغيتي تقول ليه داز من قدام، قلت تقول لي حي من قدامي، هنا كتهضر انت كلام الناس. اذا هنا لا يصلح في هذه الصلاه، ما يمكنش نقول هادشي كيبطل الصلاه. يقول الامام ابن عبد البر رحمه الله: الذي يفسر الصلاه الحدث من الريح والبول، القهقه ونجاسه الثوب او البدن او الموضع، وكشف العوره، وترك استقبال القبله، او الزياده فيها، او النقص منها عمدا، وكل عمل مبين لها مثل الكلام الذي ليس
بدعاء ولا تسبيح، والأكل والشرب والعمل الكثير يفسدها. لك هذا العمل الكثير، العمل الكثير هو يعني مثلا انت كتصلي ويدك كتقلب في الصدف ديالك، كتحل كتسد تحل تسد تحل، كتلعب بحوايجك، كثرة العمل. أما مثلا سديتي الصدفة ديالك، مثلا سديتي حوايجك وزقيتي وكملتي الصلاة ديالك، ماشي مشكل. ولكن الا بقيتي هنا دايرين العمل الكثير، يعني تشطنتي من غير الصلاة بزاف، هذا يعطيله. أحدد ما يتوصل في الحديث الأول، مبطل الصلاة من المبطلات الحدث. استخدم من الحديث الشريف ما ينبغي اجتنابه في الصلاة، كلام من غير تسبيح أو تكبير أو قراءة، يعني كلام الناس العادي. استخدم النص الإمام عبد المبطلات صواعد صياغتها ها هما. هنا ما لقيت من نقول لكم هنايا، بالنسبة لهنا هنايا ها هما كل ما ها غادي دير هذا دير هذه دير، ما عندك ما تصنف، يعني تذكرهم عادي. مين تكتب تقول: ومن مفسدات الصلاة الحدث من الريح والبول والقهقهة ثم النجاسة وكذا، أو ترجع الأول ديال الفيديو وخد هذوك اللي كتبت لك، زيد عليهم شي وحدين من هنا. هو التخليص تبطل الصلاة. ها هو هذا، ها هما مجموعين الشام، تزيدوا هادو مع داكشي اللي عندكم في هذاك النص. إذا استخدم النص فائدة من وجوب ترك مبطل الصلاة وفسدتها. يقول الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله عليه أو رحمه الله: إن مبنى إذا إن القصد من الصلاة، إن مبنى الصلاة على خشوع الأطراف وحضور القلب وكف اللسان إلا عن ذكر الله تعالى وقراءة القرآن الكريم، وكل كلمة ليست من ذكر الله فإن ذلك ينافي الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بتركه والكف عنه. إذا لأن المبطلات، إذا الفائدة أن المبطلات تذهب الخشوع والطمأنينة والسكينة وينشغل اللسان بغير الذكر. ما عرفتش أنا نادي واش بقات. يقول ولي نعم القيم، قالنا استخرج القيم من هذا: الخضوع لله، ذكر الله، تعظيم الله. بالنسبة للتشهد، كيف يحقق الخضوع وتعظيمه؟ التشهد هو الاعتراف بوحدانية الله تعالى، سجود تذلل لله وتعظيمه، التكبير لا شيء أكبر في يعني المعنى ديالو، تقول الله أكبر، لا شيء أكبر في قلبي من تعظيمه سبحانه، كل شيء يهون أمام قدرته جل جلاله. تجنب الكلام والأكل والشرب، التذلل لله وتعظيمه. المهم هنا قال لك: أصف سلوكك الآتي مستثمرا ما درسته. بالنسبة عدم قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى هو سنة، غير ما خصوش يكون متعمد. يعني انا كنصلي قريت الفاتحه ونسيت وركعت، ماشي مشكل، ولكن ماشي نتعمدها. هي لا تبطل الصلاه، ولكن راه خليتي واحد الاجر. الرد على المكالمه هاتفي في الصلاه، هنايا بديتي كتكلم كلام الناس كما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا رديتي على المكالمه اثناء الصلاه فهي فقد بطلت صلاتك وفسدت صلاتك. نسيان سجدة في ركعة، هنايا خصك إلا نسيتي سجدة، خصك باقي ما كملتي الصلاة كدير الترقيع، يعني غتسول الأستاذ ديالك: كيفاش لنسيت واحد السجدة وأنا باقي في الصلاة، باقي ما سلمتش، كيفاش تعاود ترقع الصلاة وتصححها؟ ولكن إلا كنتي سلمتي وساليتي وتفكرتي بأنك لنسيتي سجدة، غادي تجي وتعاود الصلاة من الأول. علاش؟ لأن السجدة أو السجود من فرائض الصلاة، إلا ما درتيه تبطل الصلاة. الإسراع المفرط في أداء الصلاة، هنايا بحال اللي شفنا في الحديث، قال لي: صلي فإنك لم تصلي، قال لي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان يسرع. إذا الإسراع وعدم الخشوع، والخشوع قلنا راه من الفرائض، إذا صلاة باطلة يجب أن يعيدها. خروج الريح من الحدث، إذا هنا لا صلاة لهذا المصلي إذا أحدث إلا إذا توضأ، يعني يعيد الوضوء دياله. وصلوا على رسول الله.